طيب باستظلال بمحمل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمن جمع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى كتاب الحج، ووصلنا بالذات إلى محظورات الإحرام. يقال محظورات ومحذورات، محظورات أي الممنوعات، ومحذورات يعني ما يحذر منه الإنسان. هذه المحظورات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: محظورات على الرجال خاصة، محظورات على النساء خاصة، محظورات على الجميع، وهي الأكثر، يعني أكثر المحظورات على الجميع. لكن هناك محظورات على الرجال خاصة، وهناك محظورات على النساء خاصة، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى في وقته. بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: وهي سبعة أشياء. ودائما قلنا إذا المؤلف ذكر أنها سبعة أو خمسة أو أربعة، هذا أسهل للحفظ، إنسان يجب أن يحفظ فيتذكر أنها سبعة فيبدأ يعددها حتى يحفظه. هذا كثير في كلامه، يقول شروط الصلاة مثلا سبعة، مثلا واجبات الحج سبعة، أركان الحج أربعة، أساس أن الإنسان إذا ذكر اثنين يقول لا باقي اثنين بعد، حتى لا يفوت عليه شيء من هذه الأركان أو الواجبات أو الشروط أو حسب المراد ذكره. المقصود هنا محظورات الإحرام. فقال أحدها، أحد السبعة، تعمد لبسي أو لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. المقصود بالمخيط هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم، وإنما سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس البرنس ولا العمامة ولا القميص ولا السراويل ولا يلبس الخفين ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الممنوع فقط، كأنه يقول يلبس ما شاء، المهم أن يبتعد عن هذه الأشياء، المهم أن يبتعد عن هذه الأشياء، يبتعد عن لبس عن لبس السراويل، يبتعد عن لبس القميص، يبتعد عن لبس العمامة، يبتعد عن لبس البرنس، يبتعد عن لبس الخفين، يبتعد عن لبس شيء مسه الطيب اللي هو الورس أو الزعفران. فذكر صلى الله عليه وسلم ما يمنع، كأنه يقول باقي يلبس ما شاء ويلبس ما شاء، هذا هو الأصل. بعض أهل العلم أراد أن يختصر الممنوعات، فقال هو لما ذكر صلى الله عليه وسلم القميص والسراويل إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يلبس على قياس الجسم، يعني ما نلبسه اليوم الثوب هذا مثلا يلبس على قياس الجسم، مكان لليد، مكان ينزل على الثوب يغطي الجسم، مخصر أو واسع أو كحسب نحافة الإنسان أو سمنه. فقال هو المقصود أن يلبس، أن لا يلبس ما يكون مخيطا على الجسم، مثل الآن التبان والسراويل والقميص والثوب، هذه كلها أشياء مقاسة على الجسم. لكن هذا الثوب مثلا، هذا الشداش اللي احنا نسميه الثوب، لو أخذته وحطيته على كتفك مثل المنشفة جائز، ما في شيء، المهم أن لا يلبس هكذا بهذه الطريقة. الفنيلة نفس الشيء، لو أخذتها وحطيتها على كتفي هكذا وربطتها من أمام مثلا ما فيها شيء. هو المقصود ليس هذه، وإنما المقصود ما يلبس على قدر الجسد. فإذا قال عياض رحمه الله تبارك وتعالى أن المقصود بالنهي عن لبس القميص كل ما يلبس على الجسم، والمقصود بالسراويل كل ما يلبس على قياس القدم الرجلين، والمقصود بالبرنس كل ما يغطي الرأس والجسد، والعمامة كذلك ما يغطي الرأس، والخفين ما يغطي القدمين فقط. إذن هذه الأشياء فعبروا عنها، قال إذن هو المخيط، المقصود المخيط، المقصود بالمخيط ليس الذي فيه خيط، ولا الإحرام فيه خيط، الإحرام فيه خيط، وقلنا هذا الثوب لو لبسته هكذا فيه خيط لو وضعته على كتفك، المنشفة لو وضعتها على كتفك ما فيها شيء وهي فيها خيوط. فليس المقصود الخيط، ولكن المقصود ما خيط على قدر الجسد.
لكن عبروا عنه بالمخيط، ويريدون المخيط على قدر الجسد، وبعضهم حتى يذهب الإشكال فقال المخيط المحيط، يعني المخيط المحيط، يعني المحيط باليد، المحيط بالرجل، المحيط بالرأس، بالكتفين، وهكذا. فعبر عنه بالمخيط المحيط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب طاري مخيط ولا جاب محيط أبدا، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن يمنع من لباس السراويل، يمنع من لباس القميص ما يغطي الجسد من الأعلى، يمنع من تغطية الرأس، يمنع من لباس على الجسم كله على قياسه بشكل عام، يمنع من لباس الخفين. هذه الأشياء التي يمنع منها المحرم. واختلف أهل العلم في الخفين، لأن الخفين ورد فيهما حديثان، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يلبس المحرم، قال ولا يلبس الخفين إلا ألا يجد النعلين فيقطعهما، يعني يقطع أعلى الخف حتى يصير كالنعال، يقطع أعلى حتى يصير كالنعال، يعني ما يصير خف يعني على قدر القدم اللي هو الحذاء الآن تقريبا اللي هو نص بوت نسميه وكذا، طيب، وإنما يقطعه إذا لم يجد النعلين يلبس الخف وليقطعهما الخفين. هذا حديث ابن عمر. حديث ابن عباس ما ذكر القطع، قالوا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. طبعا هذا عام، والذي لا يجد الإزار يلبس السراويل، والذي لا يجد الرداء يلبس القميص. المقصود أن الإنسان لا يكشف عورته بحجة أنه لا يجد ما يغطي به، لا يجد مثلا الإزار أو الرداء. طيب هل يقطع الخفين؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا يقطع الخفين، لأن هذا تبذير للمال، وحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم يذكر فيه وليقطع الخفين، قالوا وهو متأخر، لأن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة، يعني في عرفة يعني قبل موته بثلاث أشهر صلى الله عليه وسلم، قال إذن هذا متأخر جدا، فحديث ابن عباس هو المعول عليه. حديث ابن عمر لم يذكر فيه متى كان، فيحتمل أنه بعد حديث ابن عباس، ويحتمل أنه قبل، فقول بالنسخ شوي فيه كلام. وكذلك حديث ابن عمر مقيد، وليقطع حديث ابن عباس سكت عنه، فالمقيد مقدم على المطلق. على كل فيها خلاف بين أهل العلم هذه المسألة، هل يلزمه أن يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين أو لا يلزمه؟ واحد يقول خلاص لا يلبس الخفين خلاص. أنت تقول بعض الناس فقارة، فقراء ما عنده إلا هذا الخف ويبي يحرم، هل يقطع أو لا يقطع؟ أنت يمكن عندك خير، ما اشتر الآن النعال، واحد يقول خمسة ريال رخيصة، أي نعال وخلاص، طيب عندك أنت. لكن تتكلم في كل زمان، في كل هذه الشريعة في كل زمان في كل مكان لكل أحد، فلا يجوز تقييدها بأغنياء أو فقراء أو من يجدون ما ينفقون أو من لا يجدون. فالشاهد من هذا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والمذهب أنه يقطعهما، أنه يقطع الخفين، وفي رواية أحمد أنه لا يقطعهما. على كل حال مسألة اجتهاد، والأقرب والعلم عند الله تبارك أنه لا يقطعهما، الأقرب أنه لا يقطعهما لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طيب إذن العمامة قالوا هي كناية عن تغطية الرأس، أن لا يغطي رأسه. تغطية الرأس لها أحوال، تغطية الرأس لها أحوال، إما أن يغطي رأسه خلنا نقول بيده، يضع يده هكذا يحمي رأسه من الشمس، هذه ليس فيها شيء أبدا، أو يغطي رأسه مثلا بشيء يحمله على رأسه، يعني شيء الأغراض على رأسه، مثلا محرم شايل الأغراض حط على رأسه، يمكن أسهل شيء شيلة الرأس ولا لا؟ أي نعم، شايل على رأسه ويمشي. ولا يقصد تغطية الرأس، وإنما يقصد إيش؟ حمل ما يحتاج إليه، فهو ما قصد تغطية وإنما قصد الحمل. الثالثة أن يغطي رأسه بشمسية. الرابعة أن يغطي رأسه تحت شجرة، يجلس تحت شجرة تحت ظل. طيب الخامسة أن يكون في محمل، محمل يعني في هودج أو في السيارة الآن مثلا
يعني شيء يمشي معه ومغطي رأسه. مذهب أحمد المشهور أنه على حديث ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، أضحي يعني أكشف رأسك للشمس لا تغطى، أضحي لمن أحرمت له لا تغطي رأسك، لأن يرون أن هذا من الترفه، من الترفه في الحج، يعني رفاهية، من الرفاهية في الحج، يقول أضحي لمن أحرمت له، فلا داعي لي أن يغطي الإنسان رأسه. وهناك رواية عن أحمد أنه يكره ولا يحرم، ورواية ثالثة أنه لا يكره، وهو تغطية الرأس بالمحمل يعني في الهودج أو في السيارة أو في ما شابه ذلك من الأمور. أنتم تشوفون الشيعة الآن يقصون الباص مثلاً على أساس أن لا تغطى رؤوسهم من هذا، لأن عندهم هم في مذهبهم أن ما تغطي رأسك فيكشفون، إلا الحريم، الحريم يجوز لهن تغطية الرأس. فالقصد أن تغطية الرأس لها خمسة أحوال كما قلنا، إما أن يغطيه بيده هذا لا بأس به، إما أن يغطيه بالشمسية لا بأس به، إما أن يغطيه أن يكون تحت شجرة أو ظل ما فيها بأس، إما أن يغطيه في محمل أو داخل خيمة أو داخل السيارة فلا بأس به، وإما أن يغطيه بهذا اللباس الغترة، الحين يلبس غترة أو طاقية أو شيء، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي هذا الممنوع، وهو أن يغطيه باللباس اللي هي العمامة أو البرنس، البرنس اللي هو يلبس على الرأس وينزع على الجسد مثل لباس المغاربة، هذا البرنس. فهذا بالنسبة لتغطية الرأس بالنسبة للمحرم. نعم. طيب، تغطية الوجه من الأنثى المرأة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس، وهذا يعني خاص بالمرأة، خاص بالمرأة، أما الرجل يجوز له أن يغطي وجهه، المرأة هي الممنوعة من تغطية الوجه بالنقاب، وقال بعضهم بالنقاب وغير النقاب، لأن من أهل العلم من يرى أنه يجوز لها أن تغطي الوجه بغير النقاب، طبعا بالاتفاق أنه لا يجوز بالنقاب، والنقاب كالبرقع كذلك لا يجوز، لا نقاب ولا برقع أن تغطي وجهها وهي حالة إحرامها، يعني لما تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وقت الإحرام، أنه لا يجوز أن تغطي وجهها بنقاب ولا برقع، هذا بالإجماع. يبقى الخلاف بين أهل العلم هل يجوز أن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع، فذهب اختاره ابن تيمية وهو قول مذهب أحمد أنها تغطيه بغير النقاب والبرقع مثل غطوة، تغطيه بالغطوة تسدلها على وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث أسماء أنه فيه كشف الوجه، في حديث عائشة أن كنا يعني نكشف وجوهنا فإذا اقترب منا الركبان أسدلنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا، فدل على أنه يجوز لها المرأة أن تغطي وجهها إذا جاء الركبان يعني الرجال الأجانب. وهذا الحديث فيه ضعف لا يثبت، وكذا حديث أسماء لا يثبت، ويبقى الأصل عند الجمهور جمهور أهل العلم أن المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها لا ببرقع ولا نقاب ولا بوشية ولا غطوة ولا شيء، وإنما تكشف عن وجهها، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وقلت ذهب قول في مذهب أحمد واختاره ابن تيمية وهو الذي يفتي به كثير من مشايخنا اليوم أنه تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وإنما بالغطوة ما تسدله على وجهها دون أن تشده على الوجه، والأحوط عدم التغطية خروجا من الخلاف في هذه المسألة، وهذا هو الأظهر أن المحرمة لا تغطي وجهها بل تكشف وجهها حال إحرامها، لكن لو غطته بالغطوة إن شاء الله تعالى ليس عليها شيء، لحديث عائشة وإن كان فيه شيء من الضعف فيه يزيد بن أبي زياد، ولكن بعض أهل العلم يعني قواه والأظهر أنه لا يتقوى، وبالتالي المحرمة لا يجوز لها لبس النقاب، فإذا قالت لبيك اللهم عمرة كما أن الرجل إذا قال لبيك اللهم عمرة لبيك الله لازمه أن يكشف رأسه ولازمه أن ينزع ثوبه، كذلك المرأة لازمها أن تنزع نقابها أو برقعها حالة تلبيتها بالعمرة أو الحج. نعم. قال رحمه الله الثالث
طيب عفوا، قوله إلا لحاجة، طبعا للمرأة أربع حالات في تغطية الوجه. الحالة الأولى أن تكون لوحدها قولا واحدا لا يجوز لها أن تغطي وجهها، لا برقع ولا نقاب ولا غطوة. أن تكون بين النساء لا يجوز لها أن تغطي وجهها قولا واحدا، لا برقع ولا غطوة ولا وحال إحرامها. أن تكون مع محارمها كذلك لا يجوز لها. الكلام فقط فيما إذا كانت مع رجال أجانب يرونها، هنا الخلاف بين أهل العلم، فننتبه لهذا. فإذا كانت محرمة مع زوجها، مع إخوتها، مع أخوالها، عمامها، بني أخيها، بني أختها، المهم محارمها، فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها. كذلك إذا كانت مع مجموعة النساء يجب عليها أن تكشف وجهها طالما أنها محرمة. إذا كانت وحدها يجب عليها أن تكشف وجهها طالما أنها محرمة. الخلاف بين أهل العلم فيما إذا كان هناك رجال أجانب. الجمهور أيضا تكشف وجهها، ومذهب أحمد لها أن تغطي وجهها، لا أن تغطي وجهها إلا شيخ ابن تيمية ومن سار قال بقوله من يرون وجوب تغطية المرأة لوجهها حتى خارج الإحرام، قالوا إنها تغطي وجهها حال وجود الأجانب. نعم. قال رحمه الله: الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلو واستعماله في أكل وشرب بحيث يقهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تغيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا كذا. نعم. الثالث المحظور الثالث شنو؟ الأول المحظور الأول شنو؟ المحظور الأول ما هو؟ إيه، لبس المخيط. الثاني تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، الرجل يجوز له أن يغطي وجهه. طيب طالما أننا ذكرنا، تذكرت قضية الآن، وهي أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات في إحرامه، مات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه، كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه، الحديث الصحيحين. في رواية عند مسلم: ولا تخمروا رأسه ووجهه، هذه زيادة ضعيفة، كلمة الوجه ضعيفة، وبالتالي الرجل يجوز له أن يغطي وجهه، يجوز للرجل أن يغطي وجهه في حال إحرامه، مثل نايم مثلا يغطي وجهه، بس الممنوع تغطية الرأس وليس الوجه. ومن هذا تعلمنا لبس الكمام، وهذا ما في بأس بالنسبة للرجل، حل حتى المرأة لبس الكمام ما في بأس إن شاء الله تعالى، ولا يعتبر من تغطية الوجه. على كل حال تغطية الوجه للرجل مباحة، وإنما المرأة هي التي تمنع من هذا. الرابع قصد شم الطيب. شو كلمته؟ قصد شم، ولم يقل شم الطيب، وإنما قصد شم الطيب، أن يقصد إلى شم الطيب، أن يقصد يتعنى يتعمد شم. أما إذا شمه بدون قصد، مر عليه واحد وضع طيبا ما يضره، أو جاء يقبل الحجر وعادة يكون فيه طيب أيضا ما يضره هذا، لكن المقصود أن يتعمد شم الطيب. مع أن بعض أهل العلم قال إذا شمه لأجل أن يبيع ويشتري، لأن يشتري الطيب مثلا يبي يشتري، وشمه من هذا الباب لا من باب الترفه بهذا، سمح به بعض أهل العلم، ولكن الأولى يبتعد الإنسان عن هذا الأمر، فلا يتقصد شم الطيب. وليس المقصود أنه إذا مر الطيب سكر أنفه حتى لا يشم، لا أبدا، هذا عند بعض أهل البدع أنه يقول إذا مر برائحة خبيثة يجب عليه أن يشمها حتى لا يترفح بإغلاق أنفه، وإذا مر براحة طيب سكر خشم، هذا عذاب، هذا أعوذ بالله، هذا ما يجوز. لكن القصد أن لا يتقصد شم الطيب، لا يتقصد شم الطيب. إذا شم الطيب أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو لبس الرجل القفازين أو الثوب أو السراويل أو القميص أو غطى رأسه، اللي هي هذه المحظورات اللي ذكرها الآن، من يعيدها لنا محظورات اللي ذكرها؟ لبس المخيط من يفصلها لنا؟ تغطية الرأس بالنسبة للرجل، لبس القميص، لبس السراويل، لبس الخفين، لبس البرنس، العمامة، تغطية الوجه للمرأة، لبس القفازين للمرأة، صح ولا لا؟ صحيح، لبس القفازين للمرأة والرجل،
كله ممنوع. طيب هذه الأشياء وشم الطيب الآن، هذه الأشياء لو فعلها الإنسان لا يخرج من ثلاث حالات، إما أن يفعلها وهو متعمد بدون عذر. واحد غطى راسه، ليش غطيت راسك؟ قال صلعة وكذا. شنو صلعة؟ أنت محرم. قال أنا والله ما أحب، أنا أشوف صلعتي وهذه. عليه كفارة وعليه الإثم، عليه الإثم وعليه الكفارة، أنا ما عنده عذر. ولا عذر الصلعة؟ مو عذر؟ طيب إذا ما عنده عذر، إذا عليه الإثم وعليه الكفارة. امرأة غطت وجهها بالنقاب، قلنا لها ما يجوز تنتقبين، قالت والله أنا متعودة. لابسة برقع، قط البرقع، قالت والله ما قطيت عند عيالي بقط الحين، ما نقط البرقع. آثمة وعليها الفدية. قصد شم الطيب، ليش حط طيب أنت محرم؟ قال معرق وهذا، إنه ما يجوز. قال ولو 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 ما أحب أمشي ريحتي عرق. هذا إذن هؤلاء أو لبس سراويل مثلا، نقول له ما يجوز أنت البس إزار بس. قال وإذا طاح الإزار؟ قال طاح إزار بطع عدل ما يطيح إن شاء الله تعالى. قال لا ما أعرف، ما والله ما قلت سراويل ما يطيح قافل. عليه إثم وعليه الكفارة، لكن الحج صحيح، لكن يكون ارتكب إيش؟ محظورا من محظورات الإحرام. فمن فعل أحد هذه المحظورات بدون عذر ويدري أنه محظور، يدري أنه ممنوع، نبه أو هو يدري وبدون عذر، فهذا عليه الإثم وعليه الكفارة. يأتينا الكفارة، نذكر الكفارة إن شاء الله تعالى. طيب من فعل أحد هذه المحظورات بعذر، فعلها لعذر، ليش لابس سراويل؟ ما عندي إزار. ليش لابس خفين؟ ما عندي نعال. واضح ولا لا؟ ليش حلقت رأسك؟ قال والله ذبحني القمر مثلا، آذاني رأسي. طيب وهكذا. المهم أن فعل أحد هذا المهم متعمدا لكنه لعذر، فعله متعمدا لعذر. مثل حين بعض الناس يلبس سراويل شو اسمه يكون فيه هذه بزليقة أو شيء كذي، يقول لازم ألبس سراويل فيه بزليقة، هذا عذر. مثلا واحد مثلا يلبس القميص مثلا فيه مرض جلدي مثلا، لازم يلبس القميص، طيب قال لازم تلبس القميص، هذا عذر. فالمهم إذا فعله عامدا عالما لكن لعذر، فهذا عليه الفدية وليس عليه إثم. الثالث أن يفعل أحد هذه المحظورات وهو جاهل أو ناسي أو مكره. جاهل أو ناسي أو مكره. جاهل ما يدري، ما يدري أنه لازم يقط السراويل، قال لا أنت تلبس إحرام، كان شان لبس إحرام. أنا أذكر مرة حنا في الحج، واحد يوم تربع ولا لابس سراويل، شايب كبير، قال شلون لابس سراويل؟ قال إيش فيها؟ قلنا شنو شنو ما يصير ما يجوز. قال صدق ما يجوز؟ قلنا صدق ما يجوز، انزع السروال او السراويل. فهذا لا جاهل، فالجاهل لا شيء عليه، لا اثم ولا كفاره. كذلك الناسي، ناسي واحد محرم وهذا وحط الطاقيه على راسه، لما راينا قال فلان محرم، قال لي احرمت، انزل شيل الطاقيه من راسك، اوه نسيت شالها، لا شيء عليه، لا شيء عليه، ناسي. الثالث المكره، لو أكرهه أحد لابد هاولا نضربك ولا كذا ولا كذا، أكره على هذا أيضا لا شيء عليه. إذن أو امسكوا ربع مثلا عيارين أو كذا وحطوا لطيب والعياذ بالله، هو محرم ما عليه شيء أبدا. فالقصد إذا فعل أحد هذه الأشياء مكرها أو ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه من الفدية. نعم. قال رحمه الله: والرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر. طيب الرابع إزالة الشعر، قال من البدن، من أي مكان من البدن يعني إزالة الشعر. الحديث الوارد هو إزالة شعر الرأس، قال الله تبارك: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا بالإجماع أن لا يجوز حلق الشعر ولا أخذ شيء منه
الإجماع أنه لا يجوز حلق الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة رضي الله عنه وقد يعني وقع القمل في رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ يعني الهوام اللي الحشرات هذه. قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول. قال: احلق شعرك، خلاص احلق معذور، واذبح شاتا أو انسك شاتا أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. هنا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يحلق رأسه، ولكن ألزمه إيش؟ الكفارة. ألزمه الكفارة، أذن له وألزمه الكفارة، فدل على أن حلق الشعر ممنوع. واختلف أهل العلم هل حلق الشعر مطلقا ممنوع أو يعني ولو أخذ شيء من الشعر وكذا من البدن، مثل أخذ من شاربه مثلا شعره، أو أخذ من لحيته شعره، أو أخذ من ذراعه أو شيء، أو فقط حلق الشعر. خلاف الجمهور لا يجوز أخذ شيء من الشعر من الرأس، وقياسا على الرأس بقية البدن لا يجوز أخذ شيء من شعر البدن، لا من شعر من الأنف ولا من الأذن ولا من اللحية ولا من الشارب ولا من الصدر ولا من الفخذ، ما تجيز الشعر الذي في بدنك. وذهب بعض أهل العلم واختيار شيخنا رحمه الله تعالى أن الممنوع هو حلق الشعر كما في حديث كعب وكما في الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم. لماذا؟ قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، واحتجم في رأسه، والحجامة لا تكون إلا بإزالة بعض الشعر. قالوا: ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى، ولم ينقل أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أؤجله. إن هذا يمكن تأجيله، لأن عندنا قضيتين، قضيتان: قضية الإثم وقضية الكفارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله دليل أنه لا يأثم، وأيضا عدم الفدية دليل أنه ما في كفارة، فدل على أنه جائز وأنه لا يدخل في حلق الشعر. وبالتالي لو أخذ شيئا من البدن، شعر من أنفه، شعر من شاربه أو أكثر من شعره، أنه لا تترتب عليه الفدية أو ولا يقع في المحظور أصلا. ولكن الأحوط أن الإنسان طالما أنه محرم لا يمس شيئا من شعر بدنه. هي كلها يعني يمكن تمر عليك أسبوع أسبوعين ما جيت شعر، بس تسلط على الشيطان، تسلط على ابن آدم أنه بهالوقت هذا لازم ينتف شعره، مع أنه بالأيام العادية ما يجي شعره أبدا. فالقصد أنه يبتعد عن ذات شعر البدن. تقليم الأظفار كذلك، تقليم الأظفار لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم، وإنما نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن تقليم الأظفار ممنوع بالنسبة للحاج أو المعتمر المحرم بشكل عام. المحرم لا يجوز له أن يقلم أظفاره ولا أن يقصها. نعم، عفوا، إلا إذا قال أهل العلم إذا انكسر الظفر بغير قصد، مثل حرك شيء انكسر الظفر من نفسه وانت ما تقصد ان تكسره، لا بأس بإزالته هنا لأنك انت ما قلمته هنا، هذا ليس من تقليم الأظفار. نعم. قال رحمه الله: الخالص قتل صيد البر، قيد قتل صيد البر وعشق بالمأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله وإرسال بيضه، وقتل الجراد والقمح لا البراغيث، بل يسن قتل كل مذنب مطلقا. نعم. المحظور الخامس شنو الأول؟ مو إلا بالترتيب، لبس المخيط، تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، الطيب، ها، تغطية الرأس بالنسبة للرجل، ها، لا، تقليم الأظفار وحلق الرأس، هذه محظورات. الآن قال المحظور اللي هو قتل الصيد، قتل الصيد وليس قتل الحيوان، قتل الصيد أي قتل ما يكون صيدا. إذا قتل الخروف أو البقرة أو البعير ما في بس، لأن هذا ليس إيش؟ ليس بصيد، وإنما قتل الصيد. قال الوحشي، الوحشي
الوحشي يعني غير الإنسي المستاحش، يعني اللي ما يعيش مع الناس في بيوتها، مثل البقر وبهيمة الأنعام تعيش معنا في بيوتنا. طيب الوحشي لا، الصيد اللي هو اللي لا يستأنس عند الناس. المأكول إذا كان صيد وحشي غير مأكول لا يجوز، لا يعتبر من فعل المحظورات. مثل واحد قتل صقر، صدر الصقر ما هو مأكول، مثلا أبو حقب مثلا ما هو مأكول، قط بري مثلا ما هو مأكول، مثلا مثلا أسد، نمر، كلب، هذا غير مأكول، فهذا لا يدخل في الموضوع. وإنما الموضوع قتل صيد البري الوحشي المأكول. وذاك صيد البحر جائز المحرم، يعني لو أنت محرم مثلا ونزلت جدة، مثلا رحت الحج مثلا مبكرا، واحد ذي الحجة مثلا، ورحت جدة وانت بحرامك مثلا، ورحت تحدق تصيد مثلا، ما في بس يجوز الصيد، لأنها صيد بحري، الممنوع منه صيد ايش؟ صيد البر بالنسبة للمحرم، صيد البر بالنسبة للمحرم، فيمنع من صيد البر. وأن يكون هذا الصيد وحشيا، وأن يكون هذا الصيد ايش؟ مأكولا، صيدا بريا وحشيا مأكولا، هذا يمنع منه، ويمنع من الدلالة عليه حتى أو الإعانة على قتله. حديث أبي قتادة لما خرج مع جماعة من أصحابه وكانوا قد أحرموا وهو لم يحرم بعد، فمروا بصيد، فقال له أحدهم أعطني، أو هو قال أبو قتادة لأحدهم أعطني النبل حتى أرمي الصيد، فقال والله لا أعينك عليه، لا أعينك عليه، فرفض أن يعينه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وذلك لما أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أعانه عليه أحد منكم؟ قالوا لا، قال فكلوا إذن، ما في بس. إذن لا يجوز قتل الصيد بالنسبة للمحرم ولا الدلالة عليه، طالما أنك محرم ما تدخل بالصيد، لا تدل ولا تعين ولا تعطي الشوزن ولا السهم ولا كذا، ما لك شغل بالصيد أبدا، لا دلالة ولا إعانة ولا إشارة ولا شيء أبدا، كأنك ما تدري، خلها حرقة بقلبك ومش زين، لا تتكلم، خله يصيد كيفه، أنت ما تعينه ولا تسوق السيارة وهو يرمي، ما لك شغل بالصيد أبدا، طالما أنك إيش؟ أنك محرم. أن غير المحرم هو الذي له أن يصيد. وقد قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صيد، فقال ومن اللي صاده حلال، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، وقال إنما منعنا أننا محرمون، لأن صاد لهم، يعني حتى إذا صيد لك واحد بيكرمك مثلا وصاد لك غزال أو ضب زين أو أرنب أو أي شيء زين، صاد لك وقدم لك، تقول ليش صايده؟ وقال والله متعني لك، لا متعني لي سامحني ما أقدر أكل منه أنا محرم. فحتى المحرم إذا صيد له كذلك ليس له أن يأكله، ليس له أن يأكله، طالما أنه صاده أو صيد له أو أعان عليه، كل هذا لا يجوز له أن يأكله، لأن هذا من محظورات الإحرام على المحرم. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإذن وقال سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذن صيد البر محرم على المحرم. قال هنا وإفساد بيضه، كذلك إفساد البيض لا يجوز، إفساد البيض لا يجوز، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ألزم بالكفارة. قال وقتل الجراد، الجراد اختلفوا فيه هل هو من البر أو من البحر، يعني هل هو من حشرات البر أو حشرات البحر، والأصح أنها من البر، وبالتالي فيها الفدية. وابن عباس رضي الله لما سئل عن الجراد قال تصدق يعني الذي صاد الجراد. ولذلك المحرم لا يتعرض للجراد، خاصة في بعض السنوات تشوفون الجراد يملأ الحرم أو يملأ المكان بشكل عام، طالما أنت محرم ما تجي صوب الجراد ابدا، تمشي عنه كأنك ما شفته، ما يجوز صيده الجراد. تعلمون اولادكم انه طالما انه محرم لا يجوز له ان يصيد الجراد، بل حتى لو لم يكن محرما ان كان في الحرم كذلك. اذا الصيد عندنا صيد الحرم وصيد المحرم، احنا نتكلم الان عن المحرم. المحرم بغض النظر لو انت بالكويت، لو واحد بالكويت مثلا طلع يعني خالف السنه ومن الكويت قال لبيك اللهم عمره راح بالسياره مثلا، عذب نفسه ولا لا؟
لأنه يحرم من الميقات بعد 1300 كيلو، هو لا أحرم من هنا. نقول عذبت نفسك طول هالفترة بتظل محرم، من يطلع من البيت وهو محرم خلاص لا يجوز أن يصيد حتى لو دخل الكويت لأنه محرم. فنفرق بين الحرم وبين الإحرام، فهناك صيد الحرم محرم على كل أحد محرم وغير محرم، وعندنا صيد الإحرام محرم على كل محرم في الحرم وخارج الحرم. فنفرق بين صيد الإحرام أو صيد الحرم وصيد المحرم. فصيد المحرم محرم في أي مكان، صيد الحرم محرم على كل أحد المحرم والحلال، هذه نفرق بينها. إذن الجراد الصحيح أنه من الصيد، ولذلك لا يجوز صيده في حال الإحرام أو حال وجوده في الحرم. لكن قال يجوز قتل القمل وكل مؤذن، يعني إذا في حشرات مؤذية يجوز قتلها، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 5 من الفواسق، قال يقتلن في الحل والحرم، الحدأ والعقرب والحية والفأرة والفأرة والحية والعقرب والحدأ والكلب العقور، قال هذه تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم. فكل مؤذن يجوز قتله حتى الصيد، لو بعير مثلا جاي بيأذيك مثلا يجوز قتله هنا، لأنك ما قصدت صيده وإنما قصدت إيش، أقصد بعير يعني غير مستأنس، طيب وحشي زين، فهذا يجوز قتله. كذلك لو غزال جاك بيؤذيك مثلا أو وعل أو كذا يجوز قتله، لأنك تدفع عن نفسك وليس قصد الصيد، وليس بقصد الصيد. فإذا كان من باب الدفع عن النفس فإنه جاز ولا يعتبر من الصيد، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: السادس عقد النكاح ولا يصح. السابع الوضع في الفرج ودواعي والمباشرة بين الفرج والاستمناء. نعم. السادس عقد النكاح. عقد النكاح والخطبة ممنوعة بالنسبة للمحرم، رجلا كان أو امرأة. لا يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب، يعني لا ينكح ولا يخطب أبدا، طالما أنه محرم لا يجوز له أن يعقد اللي هو عقد الملكة، ولا يجوز أن يخطب خطبة أيضا محرم عليه. لكن هذا المحظور ليس فيه فدية، والمحظورات تنقسم مع الفدية إلى أقسام. هناك محظورات فيها فدية مغلظة، في محظورات فيها فدية وهي الجماع قبل التحلل الأول، هذه فيه فدية مغلظة وهي بدنة بعير أو بقرة، هذه فدية مغلظة. وفي الفدية اللي هي جزاء المثل اللي هي الصيد، وسيأتينا الكلام عن الصيد، الصيد في جزاء المثل فيه وسيأتينا الكلام عليه. وفي الفدية اللي هي أو خلنا نقول قبلها اللي ما في فدية أصلا اللي هو عقد النكاح أو الخطبة. لو واحد عقد نكاح نقول لا يصح النكاح وأنت آثم لكن ما عليك فدية. فعقد النكاح إذن محرم وليس فيه فدية، والخطبة كذلك محرم وليس فيها فدية. باقي المحظورات تغطية الرأس، تغطية الوجه، تقليم الأظافر، حلق الرأس، لبس المخيط المحيط، شم الطيب، كل المحظورات السابقة هذه فيها فدية أذى، وفدية الأذى إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. إذن المحظورات للإنسان معها 4 أحوال: فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول، ليس فيه فدية وهو عقد النكاح أو الخطبة، فديته جزاء المثل اللي هو الصيد، فديته على التخيير، فدية التخيير يسمونها فدية أذى، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. قال السابع الوطء في الفرج. الوطء في الفرج هذا من محظورات الإحرام. قال ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. الوطء في الفرج محرم ويفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان بعد التحلل الأول لا يفسد الحج لكن فيه الإثم وفيه الكفارة إذا كان بعد التحلل أو قبل التحلل الثاني. الدواعي كذلك
يعني واحد محرم ما يصير يقبل زوجته ولا يلمسها بشهوة ولا يكلمها كلام فيه شهوة، كل هذه الأشياء يمنع منها. دواعي حتى يقول زوجتي حلالي، حلالك أنت محرم، ما يجوز. بعد إذا كانت هي محرمة على الاثنين، المهم إذا واحد منهم محرم لا يجوز له، كل محرم لا يجوز له، سواء اثنين تم محرمين أحدهما محرم. فالقصد المحرم ليس له أن يقبل زوجته حال إحرامه، ولا أن يمسها بشهوة، ولا أن يجامعها من باب أولى لوجود مانع وهو الإحرام. إذن هذه الآن محظورات السبعة ستعيدونها علينا الآن إن شاء الله تعالى. بسم الله، يلا، ما هي المحظورات؟ بسم الله، تفضل. واحد من المحظورات إيه؟ لبس المخيط. واحد على الرجل طبعا. المرأة تلبس اللي تبي، المرأة تلبس مخيط، محيط، أي شيء تلبس المرأة، دلاغ، حذاء، جورب، ما عليها شيء المرأة كلش، بس تمنع من النقاب والقفازين فقط، وتلبس ما شاءت من الثياب. بعد تغطية الرأس للرجل، جيد. إزالة الشعر، إزالة الشعر من البدن ومن الرأس من باب أولى هو الأكيد. قصد شم الطيب. بعد للرجل للمرأة الاثنين. قصد تقليم الأظافر. الوطء في الفرج، الوطء، لا جاوبت. قتل الصيد، أي صيد؟ البري، الوحشي، المأكول. غش بالمسجد، بعد يغششونك بالمسجد، ما يصير. طيب بعد لبس السراويل، البرنس. طيب خلونا نقسم المحظورات إلى ثلاثة أقسام كما قلنا في البداية: محظور على الرجال، محظور على النساء، محظور على الجميع. المحظور على الرجال لبس المخيط المحيط وتغطية الرأس، هذا على الرجال. على النساء النقاب. على الجميع باقي المحظورات. وضحت إن شاء الله؟ على الرجال اللي هو لبس المخيط المحيط ومنه الخفان والبرنس والسراويل والقميص، هذا على الرجال، وتغطية الرأس، هذا خاص بالرجال. على النساء البرقع أو النقاب. على الجميع باقي المحظورات، باقي المحظورات حتى القفازين على الجميع، على الرجال والنساء. إذن هذا بالنسبة للمحظورات. بالنسبة للرجال قلنا تنقسم ثلاثة أقسام: قسم على الرجال، قسم على النساء، قسم على الجميع. من يعطينا المحظورات على النساء؟ تفضل، فقط على النساء. يلا أنت بلا اليمك، يلا. النقاب. على الرجال فقط تغطية الرأس ولبس المخيط المحيط. على الجميع الوط، القفازان، قص الشعر، شم الطيب، تقليم الأظافر، قتل الصيد الوحشي البري المأكول. زين، دواعي الجماع، الخطبة والنكاح. طيب هذه كلها محظورات على الرجال والنساء بشكل عام. نعم. نعم، قالوا في جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل، أي ما يؤذي على بشكل عام، هذه ليس فيها فدية إذا فعلها الإنسان. قال وإذا أزال يعني ثلاث شعرات فما فوق، هذه يعتبر، لأن ثلاث هي الجمع، يعتبر أزال الشعر، فلذلك يلزمونه بالفدية. ثلاث شعرات فما فوق يلزمونه بالفدية، أما دون الثلاث شعرات قالوا هذه فيها إطعام، يطعم يعني، ليس في فدية كاملة وإنما يطعم. طيب يطعم اللي يطلع من يده، مثل ما يكون يطعم مدين اللي هو مدة يده، لأن ما ورد فيها شيء. والثلاث شعرات أخذوها منه، وبعض أهلهم يرى يقول لا، ما في حتى ثلاث شعرات، وإنما حتى يحلق الشعرة كله، يعني الشعر كامل. أما مجرد إزالة شعرات كما قلنا قبل قليل، النبي احتجم وهو محرم صلوات ربي وسلامه
عليه. عقد النكاح كما قلنا والخطبة ليس فيها فدية، لكن طبعا محظور فيها إثم، لكن ليس فيها فدية مقررة في الشرع. طيب، قال وفي وجميع المحظورات هذه تباح عند الضرورة، إذا الإنسان اضطر ما عليه شيء. لكن اختلف أهل العلم هل جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان تلزمه الفدية أو لا. الشعر واضح جدا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نص صريح. وهو فيه أذى، يعني معناته أزاله إيش؟ لعذر، ومع هذا ألزمه الفدية. وحديث الرسول واضح مع كعب بن عجرة، قال احلق رأسك وأنسك نسيك أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، والفدية على التخيير كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فقاس عليها بعض أهل باقي المحض. قال لكن في الخوف لما قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، لكن ما قال وليفدي، فقال ليس فيها الفدية، ليس فيها الفدية. كذلك من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، قال وليس فيه الفدية. إذا متى تكون فيه؟ قال إذا كان فيه أذى. إذا فيه إيش؟ فيه أذى، هنا تكون الفدية. إماطة شيء. أما لبس شيء ليس فيه الفدية. وقلنا كذلك كل هذه الأشياء على الصحيح إن شاء الله تعالى، إذا فعلها ناسيا أو مكرها أو جاهلا فلا شيء عليه. لكن أيضا قضية جاهل في أشياء يعذر الإنسان بجهل فيها، أشياء إيش لا يعذر بجهلها. يعني اليوم كلمني أحدهم راح يعتمر، ويوم جو عند الميقات شو اسمه لبس إحرامه اللي هو الإزار والرداء، يوم لبس الإزار والرداء وقوم لبس دشداشتك فوق. قلت له ليش؟ قال هذه فيها، المهم أنا لابس إحرام. هذا جهل، لكن هل يعذر بهذا الجهل؟ لا يعذر. يعني واحد رايح العمر المفروض يسأل شنو اللي يسوي شنو اللي ما يسوي شنو اللي كذا. فالقصد أن ليس كل عذر أو ليس كل جهل يعذر به الإنسان. ففي أشياء الإنسان يجهلها يعذر بها، لأن مسائل دقيقة أو شيء أو كذا أو ما سمع فيها ومثله يعذر. لكن في أشياء المفروض الإنسان ما يعذر فيها، المفروض يعرفها. يعني هذه الأشياء هو يدي أنه ممنوع، يقول لا أنا حسب ممنوع لما توصل مكة، هذا مو لازم، هذا ليس عذر، ممتد أنه ممنوع، منين جبت أنت لازم توصل مكة؟ فهذا القصد أنه ليس كل جهل يعذر به الإنسان، ليس كل جهل يعذر به الإنسان، ما يعذر في الجهل الذي فيه العذر والله أعلم. طيب نقف عشان باب جديد.